مساء الخير واهلا بيكم في حكايه جديده من حكايه نجاح. وحشتوني جدا كالعاده، والنهارده عايزه ادردش معاكم شويه كده. من اسبوع كنت قاعده على الفيسبوك بالليل كده وبعمل سيرش وقاعده على اكتر من جروب، ولقيت في حادثه الناس تتكلم عنها بشكل كبير. يعني ايه الموضوع؟ انا بصراحه لقيت ردود، يعني ناس بترد على ناس وفي مشكله، فدخلت ادور ايه اصل الحكايه. بعد كده الموضوع طبعا انتشر والناس كلها عرفته، ان في واحده في عماره كانت حامل وجوزها مسافر، ويعني اذيع في العماره ان هي عندها كورونا او اشتباه كورونا. فطبعا كالعاده الناس كلها ما بتتعاملش معاها، وده حقها وطبيعي جدا. المهم الست للأسف حصل لها ولادة، فهي بتولد في البيت لوحدها، مفيش حد معاها، فزوجها المسافر طبيعي جدا بدأ يستغيث بالجيران، أقرب حد الجار اللي جنبه، فراح بعت وكلمه وقال له لو سمحت أدخل بس شوف مراتي. فالراجل قال لا والله أنا مش مستغني عن حياتي، أنا مش هدخل أشوف حد، أنا يعني أقصى حاجة ممكن أعملها أن أنا أبعت على الجروب الخاص بالواتساب بتاع العمارة كلها، يعني أي حد يتبرع وينزل يشوفها. فهو راح بعت ومحدش اتبرع ومحدش نزل شافها، وسايبين الست تموت لوحدها في البيت، عندها كورونا او ما عندهاش كورونا، في كل الاحوال هي بتولد دلوقتي ولوحدها في الشقه. زوج الست دي بدا يفكر طب هيعمل ايه، فراح دخل على الجروب الخاص بالشارع كله بالمنطقه كلها وكتب الحقوني انا مراتي بتولد في العماره الفلانيه وانا وهي لوحدها وانا مسافر، حد يلحق يتصرف. ست شهمه كتر ألف خيرها ويكتر من أمثالها، راحت نزلت من بيتها الساعة 3 الفجر ونزلت خبطت على باب العمارة وقعدت ترزع لحد ما الناس اللي في العمارة نزلوا علشان يشوفوا مين قليلة الذوق اللي عاملة إزعاج، يعني مين اللي جاية الساعة 3 الفجر دلوقتي تخبط علينا. فراحت قالت لهم طب بعد إذنكم بس أطلع، أصل في واحدة فوق بتولد. قالوا لها لا والله إحنا ما فيش حد بيزور حد دلوقتي. الست ما استسلمتش للموقف وبدأت تروح عند جار تاني تحاول تدخل لها من شقة تانية، ها 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 بدأت تكسر إزاز يقدر يوصلها للشقة، لحد ما وصلت لقت الست مغمى عليها والبيبي نزل. البيبي اتولد وهي لوحدها في الشقة بتموت. حاولت طبعا أنها تتصرف وطلبت الإسعاف وأسعفتها وكتر ألف خيرها. اللي مستوقفني في الموضوع ده كله الجيران، فكرة ان الجيران ما بقاش عندها اي نخوة، زي حاجات كتير ما بقت مش موجودة، فكرة الجار اختفت او ما بقتش موجودة وما بقالهاش ملامح. انا مقدرة ان في حاجة اسمها كورونا، ومقدرة ان في مرض عظيم وان احنا خايفين على ارواحنا وارواح ولادنا وكل الكلام الحلو اللي احنا بنقوله ده، مفيش مشكلة، بس برضو في انسانية، في ربنا اللي لما هعمل خير اكيد هيردهولي، ما سيبش واحدة تموت. يعني مش قادرة اتخيل ان الناس تجاهلت الموقف قوي كده. اللي كان برضو مستوقفني ان انا الكومنتس اللي لقيتها ان الناس بتقول دي ناس ما عندهاش اخلاق، دي ناس ما عندهاش ذوق، واللي ساكنين في العماره داخلين يقولوا على فكره احنا الست دي ما رضناش نعمل لها محضر مع انها كسرت الازاز ومع انها جات لنا الفجر وعملت لنا ازعاج. كتر خيركم. ده الجار. ده الجار اللي بقى موجود دلوقتي في معظم العماير الكبيره اللي بقت 15 و16 و20 دور، احنا ما بقيناش بنعرف بعض. انا بنزل في الاسانسير كل يوم بشوف ناس جديده ما اعرفهاش. انما زمان زمان في البيت القديم بتاع امي كنا عارفين بعض، مش عارفين بعض وبس، احنا كان لما حد يطلع له صوت، يعني لما حد صوته يعلى تلاقي العماره كلها نزلت راحت عنده الشقه تشوف في ايه، عنده مصيبه، عنده كارثه، حد تعبان. كانت جدتي الله يرحمها ما بتخبطش على الجيران، هي ما كانتش بتتحرك، في يعني في مشكله عندنا، في حد تعبان، تروح مخبطه على الحيطه، الجاره اللي جنبنا تفهم، تعرف ان في مشكله، تطلع تجري على طول. التواصل بينهم كان واصل لكده، انما دلوقتي ما بقاش فيه كده. دخلت الجار دي كانت بتحل، كانت بتحل كتير. الجار لما كان يدخل وفي زوج وزوجه بيتعاركوا الحوار بيخلص، لازم الست تدخل جوه تستخبى والراجل يشوف ايه اللي حصل ولازم يتصالحوا والموضوع يخلص ويتصافوا. لما يكون اب وابنه لازم الجار ما ينزلش الا لما يبوس على راس ابوه والحكايه تخلص. هو ده الجار اللي كان كبير المنطقة، اللي كان بيتعمل له احترام، واللي كان يقعد في القعدة كلمته تتسمع، دلوقتي ما بقاش فيه كده.
الموضوع ده بس استوقفني، حسيت انه انا ممكن اكون في موقفها في يوم من الايام، وممكن اختي وممكن بنتي بعد كده، يعني يا عالم وقتها هيكون مفيش تواصل اكتر من كده. ايه حبيت بس اقوله لكم، حبيت اعلق اطلع الطاقه السلبيه اللي كانت جوايا من الموقف. انا اسفه طبعا ان انا اديتكم طاقه سلبيه، بس حقيقي حبيت اقول يعني نرجع تاني فكره ان يكون في قعدات للعماره، نشوف بعض، نعرف بعض، اعرف الجار اللي جنبي مين واللي فوقيه مين، ظروفنا الاجتماعيه ايه، نبقى عارفين بعض، ما يجراش حاجه يعني. يا ليت نرجع تاني المسلسلات اللي زي ونيس وزي ابو العروسه، المسلسلات الحلوه دي اللي بتفهمنا وبتعرفنا معنى الجار ومعنى صله الرحم والحاجات اللي راحت. النهارده المفروض كان يكون معانا دكتور عمرو جعفر ودكتور عمرو منسي، طبعا هم من اشهر دكاتره النساء اللي موجوده في اسكندريه، ولكن للاسف نظرا لسوء الاحوال الجويه فهم متعطلين في الطريق، ولكن ده مش هيمنعنا خالص ان احنا برضو نكلمهم ونبارك لهم على المركز الجديد. مساء الخير. مساء النور، ازيك يا مدام كريستينا؟ الحمد لله يا دكتور، ازي حضرتك؟ الحمد لله كله بخير. احنا الاول اسفين جدا جدا، انا دكتور عمرو جعفر ومعايا دكتور عمرو منسي في العربيه، بس للاسف الطريق يعني صعب شويه. المهم توصلوا بالسلامه، بس الطريق لحضرتك بس متاخرين جدا جدا، يعني في مطره والامور صعبه شويه. المهم توصلوا بالسلامه. الله يخليك، ربنا يخليك، تسلميني. طيب لازم ابارك لكم على المركز الجديد باذن الله، ان شاء الله ان شاء الله اللي هيكون افتتاحه بكره ان شاء الله. طيب احنا المركز الجديد ايه المختلف فيه عن المركز القديم؟ احنا المركز القديم كان حاجه متكامله فيها دكتورين امراض نساء حضرتك ودكتور عمرو منسي، في كمان 4D، في مناظير، في كل حاجه. المركز الجديد ان شاء الله هيكون ايه المختلف فيه؟ مساء الخير يا مدام كريستينا. دكتور عمرو، اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. اعتذر معلش بردك، احنا يعني مزنوقين في الطريق والجو صعب خالص. ربنا يقويكم يا رب. بنشكر حضرتك على التهنئه، هو احنا ان شاء الله الافتتاح بكره يا رب. هو المركز الجديد يعتبر يعني اكستنشن وامتداد للنجاحات بتاعه عيادات كونتيننتال. احنا حبينا نقدم خدمه تبقى خدمه راقيه وخدمه يعني مستوى 5 نجوم، علشان كان عندنا يعني شويه زحمه وشويه لخبطه وكده، فحبينا يعني الناس عشان نساعدهم في ان هم ياخدوا الخدمه من عندنا، فقلنا ان احنا نزود عدد الايام ونعمل مكان اوسع ومكان الانتظار يبقى فيه اقل يعني ان شاء الله. يعني انا لما هاجي ان شاء الله تمام نفس الخدمه الطبيه بنفس المستوى بتاعنا اللي احنا تعودنا عليه لكل عملائنا، على اساس بس ان احنا يبقى فيه فرصه ان نشوف حالات احسن شويه. حلو جدا، يعني انا لما اجي ان شاء الله مش هلاقي الزحمه بتاعت كل مره دي. لا ان شاء الله الدنيا هتبقى اكتر انتظاما يعني، والمواعيد هتبقى منظمه اكتر. حلو. وان شاء الله تشرفونا يعني دايما طبعا. تسلم يا دكتور، هو بجد المركز رائع. يمكن كان العيب الوحيد اللي فيه ان عدد الحالات كتير، وده يعني ده مش عيب في المكان، ولكن ده لان الدكاتره متميزه فبتبقى عدد الحالات كتيره، فاحنا حلينا الموضوع بالمركز الجديد. طيب الحمد لله الحمد لله. عقبال المستشفى، انا قلت المره اللي فاتت للدكتور عمرو جعفر عقبال المستشفى ان شاء الله. ان شاء الله في يعني هيبقى في مكان قريب ان شاء الله في القاهره باذن الله. يا على خير يا رب، على خير يا رب، دايما في نجاح. طيب هسالك بس يا دكتور على حضرتك طبعا ودكتور عمرو، الحقن المجهري الفتره اللي فاتت بقينا نسمع ان الحقن المجهري ده اتطور كتير، وفي ناس كمان بقت بتتعامل الموضوع على انه رفاهيه، يعني انا مش عايزه اقعد استنى فتره علاج او مش عارفه ايه، فيلا بينا نعمل حقن مجهري على طول. تمام. الحقن المجهري ايه الحالات اللي انا على طول اول ما بتشوفها يا دكتور بتقول بس دي لازم تعمل حقن مجهري؟ بصي يا مدام كريستينا، هو الموضوع الحقن المجهري ده موضوع كبير جدا جدا، وفي نقطه بس عايز اقولها في الاول على الحالات اللي تعمل او لا، هي النقطه ان الحقن المجهري ده حاجه لازم الدكتور اللي بيقررها للحاله، لان احنا في ناس كتير بييجوا بيقرروا لنفسهم حقن مجهري على ما يكونوا متاخرين شويه او يكون عندهم مشاكل ومش عارفين سببها. فالفكره كلها تيجي تقول لحضرتك انا عايز اعمل حقن مجهري من غير ما تعمل بقى الفحوصات المطلوبه، على اساس ان هو الحل النهائي. فهي الفكره ان احنا لازم نحضر، حتى لو هنعمل حقن مجهري نحضر الحاله كويس، نعرف المشكله فين والسبب فين، وبعدين نعمل حقن مجهري.
يعني ممكن حالات لا ما تبقاش دي اخر حاجه، لا في علاجات في حاجات وبعدين نلجا للحقن المجهري. الله ينور على حضرتك. يعني ما ينفعش الحاله تيجي اول يوم الدوره او ثاني يوم الدوره وتقول يلا دكتور عمرو انا جاهزه تديني التخطيط والبروتوكول العلاجي ونعمل حقن مجهري، اقول لا والله يا فندم انا لازم اعرف حاجه. فتقول لي طب مش لازم احنا خلاص هنعمل حقن. لا لا ما هو لازم اعرف كل السبب عشان تضمن ان الحقن المجهري ينجح. حلو جدا. طيب المفروض ان انا باجي امتى في الشهر عشان موضوع الحقن المجهري ده؟ كنت حضرتك بتقولي اول او تاني يوم الدوره مش كده؟ يعني الحقن المجهري احنا الاول في ناس او في حالات معينه زي لو الزوج في انعدام الحيوانات المنويه في الكلى المنوي، لو الزوج عندها التهاب في قنوات فالوب، لو عندها بتعمل رحم وهجره من النوع القوي، تكيس مبايض من النوع القوي، دي حالات احنا بنبقى عارفين ان لازم هنعمل الحقن المجهري. مفيش يعني حلول. مفيش نقاش خلاص، مفيش حل اخر، مش هقدر مثلا انشطها او اعمل كذا، يعني دي حالات معينه بنبقى ايه بنعمل لها حقن مجهري. فلما بنقرر الحقن المجهري لازم لينا تجهيزات معينه وتحاليل واشعه قبل ما ندخل عشان نضمن الصلاح. يعني ده لازم، لازم اعمل حاجات قبل الحقن المجهري. وفي حالات ممكن ما ينفعش معاها. الله ينور عليك، في حالات اصلا ما بقاش هينفع او ما فيش. الو، طيب اتصال قطع، هيرجعوا لنا دلوقتي تاني. طبعا للاسف الطريق سيء جدا، هي طبعا الارصاد محذره واحنا اللي ما سمعناش الكلام، دي غلطتنا. خليني اكمل معاكم بعض الحاجات اللي انا بشوفها في المجتمع بقت غريبه وما بقتش شبهنا. الشتيمه بقى عادي قوي ان احنا نسمع الناس بتشتم حوالينا. زمان واحنا صغيرين ما كناش نقدر نقول اللفظ، يعني لو حد في المدرسة أو في الشارع قال لي كلمة وحشة أنا ما أقدرش أقول عليها أو أنطقها، فكنت أروح أقول لماما ماما ده قال لي كلمة عيب. كلمة عيب دي يعني تلخص الموضوع كله على بعضه. طيب الدكتور رجع لنا تاني. ايوه ازيك يا مدام كريستين؟ ايه دكتور معلش احنا معطلينكم، احنا عارفين جدا جدا بس هو الجو سيء للغايه والشبكه شويه مش حلوه بتاعه الموبايل. لا ولا يهمك يا دكتور. طيب دكتور عمرو بقى ما انت هيكمل على الموضوع ده في حضرتك في موضوع الحل المجاري وان القصه ايه. تمام. هو احنا لازم الاول نعرف ايه هي الاسباب اللي تخلينا نعمل الحل المجاري او نلجا للحل المجاري. تمام. هنقدر نقسمهم لمجموعتين، مجموعه ليها علاقه بمشاكل الزوج زي ضعف الشديد في الحيوانات المنويه او انعدام الحيوانات المنويه، وفي الحاله دي بنلجا لان احنا نحصل على الحيوانات المنويه عن طريق عينه من الفصيه. المشاكل الاخرى اللي هي بتمثل الجزء الخاص بالسيدات زي ما الدكتور عمرو جعفر قال انسداد الانابيب، او لو في مشاكل في بطانه الرحم المهاجره، او لو في تقدم في السن، او في بعض الحالات المهمه جدا اللي احنا بنقول عليها عدم القدره على الانجاب لعدم معرفه السبب او اللي بنسميه unexplained infertility. مفيش سبب. علشان اضمن نجاح الحقن المجهري لازم اكون انا مشخص ايه السبب اللي هعمل عليه الحقن المجهري. على اساسه هيفرق ده معايا في التخطير بتاع الحاله، وهيفرق معايا في بروتوكول العلاج، وهيفرق معايا في نوع الحقن المجهري. هل انا هعمل حقن مجهري عادي ولا حقن مجهري فائق التكبير، ولا هعمل فحص وراثي للاجنه قبل ما ارجعهم، ولا هرجع اجنه في اليوم الثالث، ولا هرجع اجنه في اليوم الخامس. وبالتالي تشخيص سبب الحقن المجهري مهم جدا جدا علشان نجاح الحاله. ده اللي بيفرق من دكتور لاخر ان هو يقدر يعرف ايه السبب اللي انا هعمل من خلاله او هعمل سببه الحقن المجهري، مش مجرد الست جايه عايزه مستعجله او بقى لهم فتره متجوزين وما حصلش حمل طبيعي فيلا نستسلم ونعمل الحقن المجهري. فالنقطه دي مهمه جدا ولازم كل زوجين قرروا او ان هم داخلين يعملوا عمليه الحقن المجهري لازم يعرفوا السبب اللي من خلاله هيعملوه علشان ضمان نجاح الحقن المجهري وضمان ان الحاله تولد في الاخر، لان هو التارجت بتاعنا احنا دايما بنقوله جيت هوم بيبي يعني او تيك هوم بيبي، ان انا اروح ببيبي في الاخر، مش هفرح جدا ان الست بقت حامل وبعد شهر او شهرين حصل لا قدر الله اجهاض او الحمل ما كملش. فدي نقطه طبعا مهمه لازم احنا نوضحها. طيب لا قدر الله الحقن المجهري فشل، وممكن ده غالبا احنا لو عاملين كل الفحوصات دي ممكن تكون حاجه بقى مش بايدينا، دي حاجه الهيه، هو ربنا مش رايد ان هو يكمل. تمام. ممكن اقرره امتى بقى؟ يعني ينفع اعمل حقن تاني ولا لا خلاص كده؟ طبعا هو طبعا في نقطه مهمه ان لازم في حالات فشل الحقن المجهري
او حالات الفشل المتكرر للحقن المجاري لازم الفحوصات اللي بتتعمل او المناظير التشخيصيه اللي هنعملها علشان نعرف السبب اللي بسببه فشل الحقن المجاري نقدر نتلاشاها في المره اللي وراها. مفيش عدد ماكسيمم نمبرز او عدد لا محدود من عمليات الحقن المجاري، يعني ممكن اعمله ثلاثه بس طبعا عشان اعمله مره واثنين وثلاثه لازم اتلاشى او اعرف اسباب فشله، ودي حاجه مهمه جدا بترجعنا لاهميه جراحات المناظير سواء مناظير البطن او المنظار الرحمي لتشخيص حالات او حالات فشل الحقن المجاري. ساعات بتبقى المشكله موجوده في الانابيب، ساعات السبب اللي عشان الحقن المجاري انفجار في الانابيب. لو في ارتشاح في الانابيب والانابيب مسدوده فيفضل ان انا قبل ما اعمل الحقن المجاري ان انا اعمل عمليه جراحه منظار عشان اعمل قفل او اقفل الانبوبتين او الانبوبه اللي فيها الانسداد دي علشان السائل اللي جواها ما يرجعش على الاجنه اللي انا رجعتها ويبوظها او يموتها. تمام. المنظار الرحمي مهم جدا علشان اشخص بيه العيوب التخليقيه والعيوب التكوينيه اللي موجوده جوه الرحم اللي ممكن تسبب فشل الحقن المجاري زي وجود اورام ليفيه داخل الرحم او لحميه او التصاقات او التهاب مزمن في بطانه الرحم ممكن يؤدي الى حدوث فشل في الحقن المجاري. يعني انا يفضل جداً. اتفضل يا دكتور. الو يا فندم. كنت بقول لحضرتك يفضل ان احنا نعمل منظار داخل الرحم كحاجة استكشافية قبل الحقن المجهري، وفي ناس بتقول لا والله ده بيسبب جروح في الرحم فده مش مستحب. لا احنا انهي الافضل؟ هو مش absolutely indicated، يعني مش كل الحالات محتاج ان انا اعمل المنظار الرحمي قبل ما اعمل الحقن المجهري، لكن كل حالات فشل الحقن المجهري او لو حصل فشل دي لازم تعمل قبل ما تكرر المحاولة لازم تعمل منظار رحمي. الحالات اللي هي عامله اشعه موجات صوتيه ثلاثيه الابعاد او عامله اشعه بالصبغه وشاكين ان في مشكله في الرحم ممكن تسبب فشل الحقن المجاري او انعدام في انغراس الاجنه بعد ارجاعها، الحاله دي لازم تعمل منظار رحمي. انا لو عندي بذره والبذره دي عايز ازرعها في ارض فلازم قبل ما ازرعها اتاكد ان التربه او الارض اللي انا هزرع فيها البذره دي صالحه لانبات البذره ان انا احطها علشان تنمو. هي نفس الفكره بالظبط. تمام. طيب أنا جبت بيبي أول الحمد لله بشكل طبيعي جدا وبعدين حصل تأخر حمل، ينفع إن أنا أعمل حقن مجهري في البيبي التاني؟ بصي بقى يا مدام كريستينا، هي دي نقطة كبيرة جدا جدا حضرتك كويس ما اتكلمتش فيها. في ناس كتير قوي ربنا بيرزقهم ببيبي وبعدين يتأخر الحمل ونبتدي نعمل لفة من أول وجديد. فبيبقى شوية ساعات الزوجة والزوج مش متقبلين إن إحنا نعمل فحوصات على أساس إن هي طالما خلفت مرة إحنا زي الفل. فبالتالي احنا انت ما نوصل لسبب برضه يعني يؤدي الى حقن مجهري، يا اما ساعات اسباب كثيره جدا جدا طريه بالذات ولا مره واحده التصاقات طبعا مش عارف انابيب مقفوله. دكتور عمرو جعفر راح مننا تاني، هنتصل بيهم تاني، احنا وراكم يعني هنتكلم في الموضوع وان شاء الله ان شاء الله نفيد ناس كتير. موضوع الحقن المجهري ده موضوع كبير وناس كتير بقت، يعني يمكن انا كنت اتفرجت على فيلم بابا ومتهيألي كلنا اتفرجنا عليه بتاع احمد السقا ولقيت ان الموضوع رفاه، يعني حاجه مرفهه جدا ان انا والله اتجوزت فانا عايزه بيبي بسرعه فبيروحوا يعملوا حقن مجهري. كنت فاكره ان دي معلومه غلط، ولكن لما كنت بتكلم مع الدكاتره قال لي لا لا خالص، مين قال لك كده؟ ده احنا فعلا بيجي لنا حالات لسه متجوزين بقالهم شهر وشهرين وعايزين يعملوا حقن مجهري. دكتور عمرو جعفر رجع لنا تاني. الو يا دكتور. الو. الصوت برضو لسه في مشكله. فكنت بقول لكم ان لا طلع الموضوع فعلا لا الحكايه مش اخر المطاف ولا ان احنا بنلجا لها لما بنكون خلاص فقدنا الامل في الحمل تماما، لا ده في ناس فعلا بتلجا لها من باب الرفاهيه، في ناس بتلجا لها من باب ان هي تحدد نوع البيبي، يعني نفسهم في ولد ولا نفسهم في بنت والحاجات دي كلها، بغض النظر طبعا عن حلال او حرام، ولكن الحقن المجهري كمان واخد مساحه كبيره دلوقتي. وانا اسفه طبعا اني بقول كده بس في دكاتره كتير بتاخد الموضوع بيزنس اكتر. دكتور عمرو جعفر معانا تاني. الو. الو. طيب
فكنت بقول لكم ان للاسف في ناس كتير كمان بتاخد الموضوع كبزنس، اللي هو يعني اول ما اروح له على طول عندي تكيس مبايض يلا بينا نعمل حقن مجهري. كنا اتكلمنا في حلقه من الحلقات ان لا ما ينفعش، تكيس المبايض بيتعالج وبيتعالج كتير جدا، وبتبقى اخر مرحله بوصل لها الحقن المجهري، وممكن ما وصلهاش، ممكن ربنا يكرمنا مجرد ما بخفض الوزن شويه، مجرد ما بيبقى فيه شويه علاجات بسيطه. الو ايوه الو يا دكتور. تمام مع حضرتك. انا اسف على الشبكه بس. لا ولا يهم ولا يهم. فبقول لحضرتك مدام كريستينا، كنا بنقول على لما المدام او السيده بتحمل وتخلف مره وبعدين نرجع نحصل تاخر في الانجاب، فبتبقى الموضوع شويه مش متقبل ان احنا نعمل فحوصات من اول وجديد، لان ساعات بيبقى ربنا اكرمنا سبحانه وتعالى بهديه اللي هو البيبي الاولاني، وبعدين نكتشف اسباب تاجل الحمل مره اخرى. ساعات تبقى امور سهله جدا، شويه التصاقات في الانابيب او حاجه نتيجه القيصريه او الولاده تتعالج بمنظار، او اجسام مضاده وطفرات بنكتشفها بشويه تحاليل بالدم نعالجها تلاقيها تحمل تاني، او ان احنا نكتشف ان مشكله جدت علينا جديده فتحتاج بقى الحقن مجهري. يبقى اذا مش كل تاخر حمل يؤدي الى حقن مجهري. اخر مرحله يؤدي الى حقن مجهري لازم نعمل فحوصات قبل ما نبتدي الحقن، عشان نضمن ان احنا نعمل حقن مجهري يؤدي الى حاجه اسمها تيك هوم بيبي. يعني انا مش بعمل حقن مجهري من اجل ان انا اعمله وخلاص يفشل او ينجح، لا، انا عايز ينجح وينجح بحمل كويس الى ولاده ناخد بيها بيبي في البيت، احنا بنسميه كده تيك هوم بيبي. امين. طيب المفروض ان انا باجي بعمل الحقن المجهري بعد قد ايه من حدوث العمليه ببدا اعرف اذا كان في بيبي او لا، يعني العمليه نجحت ولا فشلت؟ بعد 14 يوم من حاجه من يوم ارجاع الاجنه احنا بنضمن. دكتور عمرو ما انت عايز تعلق؟ هو خلينا نقول بس ان عمليه الحقن التجاري هي مجموعه من المراحل. اول مرحله هي مرحله تنشيط المبيضين، عم بيتاخد في ادويه منشطه للمبيضين نقدر نطلع بيها عدد كافي من البويضات اللي يسمح لنا ان احنا نحقنهم بالحالات المنويه علشان يتقطبوا ويدونا اجنه. دي اول مرحله ودي مهمه جدا، لان الدكتور بيقدر يحدد البروتوكول بتاع العلاج على حسب عمر السيده، على حسب مخزون المبيض بتاعها، على حسب المتابعات القديمه بتاعتها واستجابه المبيض بتاعها. تمام جدا. رقم اثنين المرحله الثانيه وهي مرحله فحص البويضات، ودي بتتم تحت مخدر في مراكز المتخصصه في عمليات الحقن المجهري. بنقدر نسحب البويضات بطريقه بسيطه جدا عن طريق طبيعه صوتيه بمخدر حاجه مش مؤلمه خالص، والمركز او المعمل بيبدا يفحصها عن طريق دكاتره متخصصين في الاجنه، يقدروا يفحصوا البويضات دي ويشوفوا البويضات اللي ينفع تتخصب او صالحه انها تتخصب. بعد كده المرحله الثالثه هي مرحله الحقن بقى، اللي هو بياخد الحيوان المنوي تحت الميكروسكوب ويبدا يحقنه جوه السيتوبلازم بتاع البويضه، ويحطه في حضانه، الحضانه دي درجه حرارتها 37 درجه زي درجه حراره الجسم في جو معين يسمح ان البويضه دي تتخصب. ثاني يوم يبدا يبص عليها، في بعض المراكز بيبقى عندها حاجه اسمها الحضانه الذكيه، ان هو يقدر يتابعها من غير ما يطلعها بالحضانه ويبص عليها، يشوف انقسامها واتخطبت قد ايه، وهل اتخطبت ولا لا، وحصل انقسام ولا لا. يبدا بعد كده يحصل عمليه تكوين الجنين. اليوم الثاني بنبص عليها برضك، وبعدين في اليوم الثالث من التخطيب بنبدا نحدد جوده الاجنه اللي اتكونت وعددها وعدد الخلايا اللي جواها، ونبدا بقى نحدد هل احنا هنرجع الاجنه دي في اليوم الثالث، ولا هنرجعها في اليوم الخامس، ولا محتاجين نعمل لها فحص وخلاص، ولا محتاجين نعرف نوع حقيقي هل هي بنات ولا اولاد، علشان لو في تصطيد او الكابلز دول طالبين ان هم يعملوا تحديد لنوع جنين عشان يتلافوا بعض المشاكل اللي ممكن تيجي في الذكور او في الاناث. وبعد كده بنقرر بقى المرحله المهمه جدا، وهي مرحله ارجاع الاجنه. ارجاع الاجنه بينقسم لشقين، في حاجه اسمها ارجاع اجنه فريش، يعني اجنه لسه طازه، وده بنعمله في بعض الحالات او في معظم الحالات، وفي بعض الحالات اللي ما ينفعش نرجع فيها الاجنه اللي هي الفريش، بنحتاج نجمدهم ونعيد بقى بعض او نحضر الست بطريقه معينه اخرى علشان نقدر نرجعهم برحم جاهز لاستقبال الاجنه دي اللي احنا بنسميهم الاجنه المجمده. ودي قد نلجا فيهم في بعض الحالات اللي احنا واحنا بننشط او بنتابع التبويض لقينا ان فتره الرحم شكلها مش كويس، او بدا يبقى فيها تغيرات فينا او توحي الينا ان ممكن الموضوع يفشل، فبنجمد الاجنه ونديها ادويه تنزل الدوره، ونبدا نحضر بطانه الرحم بطريقه اخرى، او نعمل منظار رحمي، او ندي ادويه علشان بطانه الرحم تبقى مؤهله انها تستقبل الاجنه دي.
وبالتالي ان احنا بنستنى حدوث الحمل من بعد اسبوعين من وقت ارجاع الاجنه، سواء كانت اجنه صادقه يعني فريش امبريو او اجنه مجمده فيها سبوت امبريو في الحالات سواء دي عملت اجنه فريش او اجنه مجمده، ده بيبقى بعد اسبوعين من عمليه الارجاع. تمام جدا. طيب اخر حاجه دكتور، في حاجات ممنوعه في الفتره دي؟ يعني في يقولوا لا ما تتحركيش خالص، انت تقعدي، انت مش عارفه تاخدي ادويه، ايه في حاجات ممنوعه بتخلي الحقن المجهري يفشل او ما يكملش اصلا؟ بصي يا مدام كريستينا، في برضه موضوع كتير قوي بيبقى ناحيه الفيتامينات والاكل والشرب والحركه ايام الحقن. ناس يقول لك اصل انا مكتوب لي ان انا اكل اكل معين، مش عارف بردقوش وسردين وحاجات كده، ففي خرافات كتيره. احنا الحقن المجهري زي اي حاجه، احنا بنحتاج ان احنا يبقى البني ادم بياكل او المدام وزوجها اكل طبيعي، ما يبقاش بس اكل مصنع كتير، ما يبقاش حاجات فيها مواد حافظه كتير. ناخد فيتاميناتنا العاديه اللي بناخدها، بيبقى السيدات ليها فيتامينات معينه نوصي بيها افضل، يعني زي فيتامين اي وفيتامين بي 12 وفيتامين سي. الراجل له فيتامينات معينه زي فيتامين اي وفيتامين بي وفيتامين اي برضه. فالمهم هو كل يعني مجرد فيتامينات مكمله، والراحه اللي بعد ارجاع الاجنه بنطلب منها انها ما تعملش مجهود كبير وترتاح 14 يوم، بس مش تقعد في السرير 14 يوم، لان ساعات برضه نسمع ان الست تقعد لدرجه انها ما بتقومش تروح الحمام فعلا. مش للدرجه دي، لان احنا برضه عايزين الحمل يبقى طبيعي، لان لو هي السيده هتقوم تروح الحمام حملها مش هيكمل، يبقى ده كده وكده هيبقى حمل صحيح. حاجه غلط بالظبط. فاذا يبقى مجرد احتياطات في الحركه، شويه تغذيه صحيه من بدون مواد حافظه، وشويه فيتامينات فقط لا غير، بدون انواع معينه من الاكل. يعني ساعات نسمع ان يقول لك هتاكل الاكل ده عشان يطلع ولد وتاكل الاكل ده عشان يطلع بنت، لا كل ده غلط، هو احتياطات عاديه جدا 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 ان احنا نعيش بطريقه صحيه فقط لا غير في الفتره دي. تمام جدا. نورتوني طبعا في المداخله، كان نفسي جدا تكونوا معايا في الاستوديو يا دكتور، دكتور عمرو منسي او الاستاذ الدكتور عمرو منسي، وهو استشاري امراض النساء والتوليد وجراحات الخصوبه كليه الطب جامعه اسكندريه، والدكتور عمرو جعفر اخصائي امراض النساء والتوليد والحقن المجهري والمناظير الجراحيه كليه الطب جامعه اسكندريه. كنت اتمنى تكونوا موجودين معايا في الاستوديو، وان شاء الله تتعوض، لان في كلام كتير انا عايزه اقوله يخصكم، وكلام في حقكم لازم الناس كلها ان شاء الله تعرفه. والف مبروك على العياده الجديده، وان شاء الله الحلقه الجايه لما هتكونوا معايا في الاستوديو تكون المستشفى. اشوفكم في حلقه جديده من حكايه نجاح مع كريستينا جمال.